يعني في الحقيقة كل الناس مستنية حفل النهاردة لكايروكي، لأنه كايروكي هو بيخاطب أعمار مختلفة. يعني الأغاني اللي بيوجهها كايروكي مش جيل معين، عشان كده بنلاقي يمكن زي ما بيقولوا جين زي موجودين في حفل ميلينيالز، وأكبر وأصغر كل الفئات العمرية موجودة في حفل كايروكي. وده بسبب أن هم طلعوا من إطار فكرة الأغنية الرومانسية بس، بيقدموا أغاني كتيرة جدا بتمس الأجواء أو الأحداث أو الحياة اللي احنا كلنا بنعيشها. ويمكن من ضمن الأغاني اللي قدموها من فترة قريبة جدا، وده طبعا بسبب الأحداث في غزة، كانت تلك قضية من الأغاني الداعمة للقضية الفلسطينية. وفي الحقيقة هي من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، واللي هو معانا دلوقتي على التليفون. هنتكلم معاه أكتر عن الأغنية دي وعن فكرة أغنية تلك القضية. يمكن كلنا عارفين أو انتشرت في الفترة بداية الحرب على غزة، وهي ينقذ في سلاحف بحرية لبقيت بقى الأغنية كلها. معانا الشاعر مصطفى إبراهيم. مساء الفل عليك يا مصطفى. مساء الفل يا أستاذ. أنا بحييك يا مصطفى على كلمات الأغنية دي، مستنا جدا. تسلم يا رب، تسلم وتعيش يا رب. الأغنية دي هي خليني أقول مفاجأة الحفل النهاردة، وهم هيقدموها في حفل مهرجان العالمين الجديدة. كلمني عن كلمات الأغنية دي والتعاون مع كايروكي، ويعني والإنسبريشن بتاعها، أو يعني جات لك منين؟ والله هو الأخبار يعني لا تقطع لأحد، يعني من ساعة ما الأحداث بدأت في غزة والواحد مش عارف يعمل إيه، يعني حالة كده من العجز والحزن والغضب وكل حاجة. فهي جت كده يعني، كتبت الأغنية مثلا بعد الأحداث بشهرين، وكنت أنا أوريدي أنا وأمير متواصل مع بعض على أغاني تانية، وبعدين سمع القصيدة لما نزلت فقال لي أنا حابب أشتغل عليها. قلت له طبعا انا بحب امير جدا وبحترم قوي يعني تجربته الفنيه والانسانيه جدا، ف يعني انبسطت ان هو اتحمس بيها، وانبسطت اكتر بقى ان الحمد لله انها خدت الصوت ده يعني لما نزل الحمد لله. كلماتها يعني ينقذ في سلاحف بحريه، يقتل حيوانات بشريه، تلك قضيه وتلك قضيه بالظبط. يعني كايروكي او الفريق ناوي ان هو يقدمها ان شاء الله في الحفله النهارده. احساسك ايه لما العدد ده كله او العدد الكبير ده من الجمهور المتواجد في الحفله هيسمعها؟ خليني اقول التضامن الكبير قوي اللي شايفينه في مهرجان العالمين الجديده مع القضيه الفلسطينيه، سواء في تقديم الفن الفلسطيني او رفع العلم الفلسطيني، او حتى يعني 60% من ارباح المهرجان هتروح لدعم اشقائنا في غزه. مع وجود كمان كايروكي وفريق زي كايروكي متضامن من اللحظة الأولى، احكي لي على الأجواء دي كلها، بتمثل لك أنت إيه كشاعر كفنان؟ والله بتمثلي أقل حاجة نقدر نقدمها دلوقتي، يعني مفيش حاجة للأسف تانية قادرين نقدمها عشان نساعد الناس دي، ولا عشان نقول لهم إن إحنا متضامنين معاهم أو إن إحنا حاسين بمعاناتهم. وفي نفس الوقت فرحان إن في أجيال جديدة برضو بتتعرف على القضيه اصلا من خلال اللي بيحصل اليومين دول، يعني في اجيال ما كانتش تعرف اصلا ايه بيحصل، ولا قصه الصراع العربي الاسرائيلي ولا قضيه الاحتلال ولا كل ده. فلما ده يعني الاغنيه نزلت عملت هايط معينه، خلت برضو ان في اجيال صغيره زي ما انت قلت في الاول ان هو كان في جمهور واسع، فالاجيال الصغيره دي انا بشوف انها مكسب لينا، مكسب لكل يعني لكل مؤمن بالقضيه، ان الاجيال دي تكمل معانا على التراك وتبقى فاهمه ايه اللي بيحصل وفاهمه راسها فين ورجلها فين كده. ويا رب يعني ان شاء الله يعني السنه الجايه مثلا نتكلم وتكون الدنيا بقت احسن بكتير من دلوقتي ان شاء الله. واكيد مستنيين منك تعاونات اكتر واكتر مع كايروكي وكلمات قويه زي اللي انت بتقدمها لنا دايما. شكرا ليك الشاعر مصطفى ابراهيم، وبالتوفيق النهارده لكايروكي اكيد.